خلال الاثني عشر شهراً الماضية شهد عالم الرياضة أحداثاً خالفت الترشيحات والتنبؤات، إذ لم تتمكن شخصيات رياضية من اعتلاء منصة التتويج كما هو متوقع لها في عام 2019. لذلك على مستوى المسابقة الأكثر شعبية في العالم، استطاع الفريق الإنجليزي ليفربول أن يسترد طغيانه الكروي على الفرق الأخرى ويتوج بأغلى المسابقات دوري أبطال أوروبا، ليحمل البطولة السادسة في تاريخه بعد غياب دام لعقد من الزمن. في كرة القدم أيضاً، تمكن منتخب الجزائر في التربع على عرش أفريقيا بعد ترصيع نفسه بذهب القارة السمراء، مخالفاً لكل التوقعات ومعتمداً على نجمه رياض محرز ومدربه جمال بالماضي ليعود بماضي محاربي الصحراء. قرارات رياضية بين الاختيار والإجبار أعلنت في العام المنصرم، أبرزها عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد بعد مغادرته لعشرة أشهر، عودة وصفت بالمثيرة في الأوساط الرياضية وإن كانت ضرورية لإنقاذ الفريق الملكي. بينما وجدت روسيا نفسها أمام قرار الحرمان من المشاركة لأربعة أعوام في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية على خلفية التلاعب ببيانات فحوص المنشطات. ومن القرارات إلى الإنجازات، يستمر لويس هاملتون بطحن منافسيه حتى بات أول سائق يحقق النقاط في جميع سباقات الفورمولا في موسم واحد منذ مايكل شوماخر، وينهي بذلك عام 2019 ب84 فوزاً في مسيرته الاحترافية. الأحداث الرياضية جاء ختامها تاريخياً بكل المقاييس، إذ شهد العالم النزال التاريخي الذي جمع باثنين من أبطال الملاكمة على أرض مدينة الدرعية التاريخية، وتوج فيها البريطاني أنطونيو جوشوا ببطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة على حساب المكسيكي أندي رويز، مستعيداً بذلك مجداً كان مفقوداً. بدر العازمي، الإخبارية، لندن.